مرحبا بكم مرة تانية وفقرة الصحافة في العالمين، وزي ما عودناكم هنتكلم عن تغطية الصحافة المصرية لفعاليات مهرجان العالمين. واسمحوا لي رحب بالكاتب الصحفي مصطفى حمدي اللي هيكلمنا عن أهم الأخبار والتقارير اللي تناولت فعاليات الأسبوع ده. برحب بك يا مصطفى. أهلا بك يا ليلى ومشاهدينك الكرام. أهلا بك، وخلينا نبدأ معاك آخر الأخبار اللي عندنا، وإيه أهم الصحف اللي اتكلمت عن فعاليات مهرجان العالمين المختلفة؟ إيه معانا في البداية؟ طبعا الويك إند ده كان فيه أحداث كتير جدا مهمة في مهرجان العالمين، وخصوصا عرض مسرحية السندباد وكمان حفلة النجم عمرو دياب. أعتقد أن مسرحية السندباد كانت واخدة اهتمام كبير جدا من الصحافة اللي تابعت أخبار المهرجان. خلينا نبدأ معاكي على طول كده من موقع الدستور. يمكن كتب موقع الدستور حوار مع محمد زيزو مؤلف مسرحية السندباد، وكان عنوان الحوار بيقول: قبل عرضها بمهرجان العالمين، مؤلف مسرحية السندباد للدستور: القصة مشوقة والمتحدة تدعم النجوم الشابة. الحقيقه هي المسرحيه بدات الويك اند ده وفيها نجوم مميزين، كريم عبد العزيز، نيلي كريم وغيرهم كمان، اللي بيحرص الجمهور ان هو يشوفهم دايما، حابب يشوفهم مش بس على شاشه السينما لكن كمان على خشبه المسرح. المسرحيه كمان بتضم مجموعه من الفنانين على راسهم طبعا مصطفى خاطر وحاتم صلاح واسماء اخرى جدا، وهي بتتقدم السنه دي بالتعاون مع هيئه الترفيه، الاتفاقيه اللي تمت ما بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وهيئه الترفيه. ويمكن المسرحيه دي من الأعمال الضخمة إنتاجيا، علشان كده هخليني معاكي في موقع الدستور ونشوف خبر تاني مكتوب عن مسرحية السندباد. الخبر بيقول، خلينا نروح للدستور: الجمهور ينتظر كريم عبد العزيز في مهرجان العالمين، السندباد هيكسر الدنيا. حقيقة النجم كريم عبد العزيز الكل فعلا بيستناه. احنا لسه كنا عارضين شوية لقاء مع النجم كريم عبد العزيز، الناس دايما مشتاقه له، يعني لو مسلسل بيستنوا كريم عبد العزيز، لو فيلم، وكمان لو مسرحيه، وهو يمكن اعماله المسرحيه مش كتير على مدار تاريخه. بالمناسبه دي تاني مسرحيه يقدمها كريم عبد العزيز في مسيرته، يمكن اول عمل مسرحي يقدمه كانت مسرحيه حكيم عيون من 24 سنه تقريبا. كريم عبد العزيز من الناس المقلين في المسرح، علشان كده الجمهور بينتظره لما يبقى عنده عمل مسرحي جديد. طبعا ده بعكس السينما والدراما، كريم عبد العزيز بيكسر الدنيا فيهم. يعني هل في اخبار تاني عن مسرحية السندباد، خاصة انها من ساعة ما بدأت في الويك اند يمكن عملت ردود فعل شفناها وتابعناها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ الحقيقة لسه مكملين مع مسرحية السندباد، ويمكن معانا خبر تاني بيتكلم عن مسرحية السندباد، لكن الخبر ده اعتقد انه تصريح على لسان مصطفى خاطر، تصريح في جريدة الوطن. مصطفى خاطر بيقول عن عرض السندباد في مهرجان العالمين: الجمهور هيضحك من قلبه. طبعا مصطفى خاطر فنان كوميدي وليه شعبيه كبيره جدا، والجمهور عنده اقبال كبير على المسرحيه ومشتاق انه يشوف اعمال كوميديه، بس يمكن هي خلطه غريبه، كريم عبد العزيز، نيلي كريم، مصطفى خاطر، فهنبقى حابين نشوف الكوميديا دي شكلها ايه. هو كل واحد فيهم ليه جمهوره اكيد، وخلطه يمكن سريه تنجح المسرحيه اكتر. بالتاكيد. طيب من ضمن الفعاليات كمان اللي كانت الاسبوع اللي فات او تحديدا امبارح، كانت حفله النجم عمرو دياب، وطبعا اي حفله لعمرو دياب مش في مهرجان العالمين بس ليها اصداء ردود فعل دايما قبل الحفله وبعد الحفله. ايه اهم الحاجات اللي اتكتبت في الصحف عن حفله عمرو دياب؟ طبعا حفله عمرو دياب كانت هي الحفله الاضخم لحد الان في مهرجان العالمين، ويمكن الحفله حققت مبيعات من التذاكر كبيره جدا، التذاكر كلها اتباعت قبل الحفله بايام، سولد اوت لكل الفئات، وده عبرت عنه الصحافه في خبر في اليوم السابع نزل قبل الحفله. الخبر بيقول: نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب بالكامل. وده حقيقة نجاح كبير لعمرو دياب، اللي أنا بعتبره من الفنانين العابرين للأجيال. عمرو دياب دايما كده بيضيف لنفسه جمهور جديد سنة بعد التانية، فعلشان كده يعني هو الهضبة لسه مستمر على القمة. ده حقيقي، ولأنه كمان بينوع في المزيكا، بيحاول يرضي كل الأجيال، مش الأجيال اللي كانت بتسمعه من زمان بس، لكن حتى الأجيال الجديدة من خلال مزيكا مختلفة وكلمات مختلفة. ما خلينا نروح لأنواع المزيكا اللي اهتم بيها مهرجان العالمين. يعني احنا شفنا السنة دي غير السنة اللي فاتت في مختلف أنواع المزيكا، في راب، وفي حاجات للفنون الشعبيه، وفي حفلات لكبار النجوم. ازاي الصحف رصدت اهتمام المهرجان بالمزيكا المختلفه المعروضه في المهرجان؟ الحقيقه اهتمام الصحافه يمكن السنه دي بالالوان الموسيقيه المختلفه، وتحديدا الفرق الخاصه بالتراث الشعبي وفرق الفولكلور، وده يمكن رصدته جريده المصري اليوم في تقرير مهم جدا كتبت فيه. التقرير بيقول: فرقه اسكندريه وفرقه اسوان تحيان حفلا في قطاع اسوان، والحريه تقدمان الفولكلور النوبي والسكندري بمهرجان العالمين. والعنوان ده من اليوم السابع. ويمكن حالة الاهتمام الصحفي بالعروض اللي بتبقى خاصة بفرق الفنون الشعبية
واللي بتشرف عليها وزارة الثقافة في مهرجان العالمين محققة نجاح كبير جدا. وعلى فكرة الفرقتين دول تحديدا حفلتهم كان فيها إقبال جماهيري كبير جدا. خليني أرجع تاني لعمر دياب يمكن أنت اتكلمت عن أصداء الحفلة وأن هو نجم كبير، لكن دايما الناس في نوع من أنواع النوستالجيا خاصة بعمر دياب، الناس تبقى عايزة تفتكر أغانيه القديمة، تفتكر حتى الأفلام السينمائية اللي شارك فيها. إزاي الصحافة تناولت تاريخ عمر دياب؟ بالمناسبة عمرو دياب، الصحافة تناولت الحفل مش مجرد أخبار عن الحفل، لكن يمكن كان في تمهيد لأعمال وأغاني عمرو دياب احتفالا بتقديمه حفلة في مهرجان العالمين. والخبر ده يمكن من موقع مصراوي قبل حفله بمهرجان العالمين: ألبومات عمرو دياب من البداية للألفينات. ويمكن التقرير ده رصد تسلسل ألبومات عمرو دياب من انطلاقته لحد الألفينات. ويمكن كان في نقطة مهمة خدت بالي منها في التقرير ده وعجبتني جدا، إنه التقرير ركز على الأغاني اللي ترجمت لعمرو دياب بلغات أخرى. ناس كتير ما تعرفش أنه مثلا عمرو دياب أغنية زي أغنية تملي معاك اترجمت لأكتر من 37 لغة، وهو أكتر مطرب عربي اترجمت أغانيه للغات أجنبية. ده حقيقي، وألحان كمان مش مجرد ترجمة أغنيات، لكن ألحان كمان بنسمعها وإننا متعودة عليها من عمرو دياب وبنسمعها في حتة تانية بلغات تانية زي ما قلت. مهرجان العالمين بيهتم بأنشطة مختلفة وحاجات لكل الفئات العمرية، من ضمنها عالم نبتة للأطفال أو مهرجان نبتة اللي الكل مستنيه. يمكن تم الإعلان عنه من بداية المهرجان، لكن إحنا منتظرينه مع نص شهر أغسطس تقريبا. إزاي تم رصد المهرجان نبتة والأفكار اللي جاية فيه من خلال الصحافة المصرية؟ عايز أقولك أن مهرجان نبتة بيدي خصوصية شديدة جدا لمهرجان العالمين، لأنه أول مهرجان في منطقة الشرق الأوسط بيضم بداخله فعاليات ومهرجان خاص بالأطفال. عشان كده هنروح للصحافة بتتكلم عن نبتة المرة دي وبتقول: في المصري اليوم مهرجان العالمين تعرف على مغامرة جديدة في عالم نبتة للأطفال. التقرير تناول فعاليات مهرجان نبتة اللي هيبدأ 17 أغسطس القادم، وفي مسابقات وعروض وأنشطة كتير جدا، على رأسها مثلا جلسات الحكي اللي هتبقى ورش الحكي اللي هتتعمل للأطفال علشان يشاركوا فيها، ومسابقات لصناعة الأغاني، مسابقات لصناعة الأفلام اللي هيقوم بيها أطفال بالكامل. وبالمناسبة شركة تذكرتي فتحت باب الحجز لحضور فعاليات المهرجان ده، وأنا بشجع الناس إنها تروح مع أطفالها ويشوفوا المواهب بتاعتهم، وكمان يتفرجوا على مواهب الأطفال التانية اللي أنا متأكد إن هيقدموا أغاني وأفلام وهيعملوا أنشطة كتير لطيفة. بمناسبة الكلام عن تذكرتي، دايما الناس بتحاول تتابع إيه آخر الحفلات اللي بتظهر على مواقع التذاكر بتاعتها، ودايما محتاجين حد يفكرهم إحنا إزاي ممكن نحجز التذاكر، سواء كانت حفلات للنجوم في الويك إندز أو حتى أنشطة موجودة داخل المهرجان. أنا واحد من الناس اللي مستني حفلة لفرقة كده مهمة في مهرجان العالمين، وهي فرقة كايروكي، ومش محتاجين نسأل هنحجز إزاي. يمكن موقع مبتدأ عمل لنا خبر قال فيه: تعالوا نغني وننبسط، تذكرتي تروج لحفل كايروكي في مهرجان العالمين. الخبر تناول فكرة فتح باب الحجز لحفل الكايروكي اللي هتتعمل يوم 23 أغسطس القادم، وإدى إرشادات للناس كده لو أنت عايز تحجز حفلة كايروكي وتحضر وتغني معهم وتتبسط تعمل إيه، بالإضافة إلى فيديو ترويجي للحفلة. أنا متوقع أن حفلة كايروكي هيبقى فيها حضور جماهيري كبير جدا. بالتأكيد هي حفلة كبيرة، والفرقة على مدار سنين قدرت أنها تكون جمهور كبير ليها، مش بس من الشباب، حتى في أطفال كتير بيسمعوا كايروكي، كله منتظر الحفلة بتاعتهم وحفلات مهرجان العالمين المختلفة. إحنا بالخبر ده بتنتهي جولتنا الصحفية. بشكر جدا مصطفى، وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. والسبت الجاي إن شاء الله هنتقابل في جولة صحفية جديدة ونتعرف على أبرز الأخبار اللي رصدتها الصحافة المصرية عن مهرجان العالمين الجديدة.